السؤال الرابع يا سيدي الوزير حول موضوع حماية الأمن الروحي للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج. أعطي الكلمة لأحد المستشارين من فريق التجمع الوطني. حضرتك بهذا السؤال، تفضلوا سيد الرئيس. شكرا معالي الوزير، شكرا سيد الرئيس، سيد الوزيرين، اخوي المستشارين. يشكل الامن الروحي للمواطنين والمواطنات المغاربه بالخارج خصوصا في المهجر اهميه قصوى للحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم المغربيه. سيد الوزير، فما هي الاجراءات العمليه التي تقوم بها وزارتكم لترسيخ وتوطيد الثوابت الوطنيه للمغاربه العالم والمتمثله في قيم الوسطية والاعتدال التي تميز هويتنا المغربية؟ شكرا. كلمة لكم سيد الوزير للجواب على هذا السؤال. سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشار المحترمون، أشكر السيد الرئيس المستشار المحترم وفريقه على السؤال وعلى اهتمام بموضوع جاليتنا المقيمة بالخارج. هذه المسألة دائما كنقول بأن وهادشي لأن هذا السؤال غادي يسمعوه خوتنا في الخارج. قل لهم بأن المعتمد عليهم وعلى إيمانهم وعلى قوة تثبتهم بلادهم قبل كل شيء، إن إمكانياتنا محدودة، ولكن ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو أن السياق الذي صار هنالك في بلدان أخرى يجعل تدخلنا تدخلا محدودا، ماشي غير الحقيقة. مسألة اللي غتبقى لنا أكثر هي الرقمنة، الرقمي، هو التواصل الرقمي. الشيء الاخر يكون محدود جدا حسب ما يتبادر من سياسات مختلفه في بلدان مختلفه، ولكن هذا لا يعفينا. انما المعول على ما برهن عليه المغاربه دائما، وخصوصا انه المغاربه في الخارج في هذه 30 عام الماضيه يعني تحصنوا الى حد كبير من التيارات التي تاتي من جهات اخرى، حصنوا بحصانتهم الذاتيه وتشبتوا فيما يتعلق بالثوابت، ثوابتهم ديال بلادهم. وهنالك اما ما عدا ذلك يعني المسائل العاديه، احداث المجلس العلمي المغربي لاوروبا، فتح قنوات التواصل والتعاون، دعوات ممثلين عن الجاليه المغربيه، تخصيص اعتمادات ماليه سنويه محدوده جدا، إفاد بعثات علمية من القراء والوعاظ والواعظات، تزويد المساجد والمراكز الإسلامية، تكثيف الزيارات الميدانية. وتميز هذه السنة بمشاركة الوزارة في عملية مرحبا تم خلالها توزيع حوالي 30,000 مصحف. هذه كلها بالنسبة للمتطلبات وبالنسبة لتشبث هؤلاء الإخوة والأخوات في الخارج هو شيء ضئيل. ولذلك مع ذلك سنستمر ونجتهد للتكيف مع المستجدات في هذا الميدان. شكرا. كلمة لكم سيد رئيس. شكرا سيد الوزير على هذا الجواب. هي فعلا هي مجهودات سيد الوزير رغم انها محدودة، ولكن لابد ان نتفق جميعا بان هذه المجهودات بابعادها الدينية والهوياتية والامنية ساهمت في تحصين الخصوصية الروحية لابنائنا بالمهجر من انقسامات العقائدية والخلافات المذهبية، طبيعة الحال في خدم التحولات كما قلت السيد الوزير التي يشهدها العالم عبر الانتشار السريع لمختلف يعني آلية التواصل الاجتماعي من فضائيات دينية ومواقع إلكترونية. وهو ما استطعنا أن نواكبه من خلال عدد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة ديالكم اعتداء بالتوجيهات الملكية السامية من أجل الحفاظ على الهوية الدينية الإسلامية المغربية في صفوف المغاربة القاطنة بالخارج والمعروفة بالوسطية والاعتدال، وما تحمله من قيم التسامح الديني والعقائدي تماشيا والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية اللي اليوم متشبعين بها جميع أبناء هذا الوطن. وجلالة الملك في الخطاب دياله الأخير عند افتتاح البرلمان أشار إلى هذه القيم في خطابه الموجه إلى المستشارين والبرلمانيين. سيد الوزير، هناك جانب آخر أساسي مرتبط بجاليتنا في المهجر ويتعلق بالجانب الهوياتي والثقافي الذي يعزز ارتباطها بالوطن. ولا شك أن الجهود التي تبذلونها
في المجال الديني في ظل توجهات أمير المؤمنين حفظه الله قد ساهمت في تغذية هذا الترابط، حيث نفتخر بمساهمتها في جميع يعني الجوانب التنموية للمملكة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية. ولا أدل على ذلك انخراطها الدائم في الحمل التضامني على غرار ما عيناه خلال أزمة كوفيد 19 أو مؤخرا عبر تجندها لمساعدة ضحايا زلزال الحوز ومساهمتها السخية في الهبة الوطنية المخصصة لذلك، إضافة إلى تحويلاتها المهمة من العملة الصعبة التي تساهم في دعم الاقتصاد. سيد الوزير، نشد كذلك على إيديكم فيما يتعلق بحرصكم على ضمان أمن مغاربة العالم في ظل الانحرافات والانزلاقات المتطرفة التي تتخذ غطاء دينيا للترويج لها، وهي حاضرة بقوة داخل مجتمعات دول المهجر التي تشكل بيئة خصبة لتغذية الإرهاب العالمي. غير أن الحضور الديني المغربي قد استطاع إلى الحمد أن يحد من استدراج شباب المغاربة، ونجحتم بفعل تواجد هذه الإرادة في تحصيل مجموعة من العائلات المغربية من هذه الانزلاقات المخطرة. وشكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، هل ترغبون في الرد؟ أستطيع أن أضيف أن لدينا شخصيات التي تأتي من البلاد أوروبية وغيرها للكلام معنا في هذا الموضوع، كنحاول نقول لهم راه حنا التدخل ديالنا في صالحكم، ولكن الملابسات الداخليه للبلدان والتيارات صاحبه العولمه غير ذلك كيعرفوا الحق ولكن ما كيتبعوش دائما، لذلك كاينه صعوبات. يعني الان الكلام الذي يروج ان الحروب القائمه هي حروب حضاريه وحروب دينيه، كلهم حنا الاعتدال ديالنا في صالح الجميع، لذلك تدخلنا، ولكن ما عمر هذيك الثقه كتوصل، يعني كندخلوا في واحد السياق معين، ولكن المعول على اخواننا وخواتنا في المهجر للتشبث بالاسم ديالهم، وحنا وما يقلوناش، لان هذه مسائل هما ما كنعطيوهاش، راه هي إمارة المؤمنين، كلما وقع طلب الله وتستجيب له. شكرا في الإمكان يعني حسب شكرا.